نهار 17 كان المفروض كنا باش نعملوا وقفه قدام وزاره العدل للمطالبه برفع المظالم على القضاة اللي وقع معاقبتهم قضاة جمعيه القضاة اللي وقع تفريقهم على اللي هبطت التوزر واللي في القصرين وغيرهم وصعوبات خلقوا لهم عائلتهم الكل. علما كانوا عملنا محاوله سابقه قبل والبوليس كان في باله ما نعرفش كيفاش وعدنا صغير نحن راه في الاخر كنا نجموا نلموا معنا 20 30 شكون واقعين معنا الوقت هذاك خاصه الفتره هذيك بالذات كانت فتره نتاع ضغط بوليسي. كانوا يعرفوا القضاة كان يذولي كان كلثوم كانوا مره عبر سكايب قلنا لها باش نعملوا تحرك ومنيسوز حتى نهار 17 اذا كلثوم كان في باله ما البقيه الحقيقه لا. لكن على كل حال نهار 17 كانت هاديه جو لكن المشكله نحن ما كناش عدد كبير وطبعا صار التحرك الكبير يعني نهار 28 في بالهم به لكن ما منعوهوش قدام المحكمه ديما يحسوا بحرج شويه لكن حاصرونا البوليسيه من هنا ومن هنا معناها باش ما يخليكش تبعد ما بين دار المحامي والمحكمه. بالنسبه لنهار 11 هو صار ساعه سمعنا كانوا الفن ان احنا برمجين من قبل نهار 11 باش نهبطوا البوليسيه في بالهم الحقيقه هما ديما يبدا في بالهم جاو زملاء قالوا لنا راهو شتهبطوا معنا عددكم عددهم راهو مهول معنا فما الاف راهو موجودين في شارع بورقيبه وبلغنا كانوا وقع الاعتداء بالعنف على الفنانين احنا ريناهم باش ما تقبلناش معهم وقفوا قدام المسرح وبدينا نحبوا نناقشوا ربما اي برا نبغتوهم اللي يغيروا البلاصه تولي شارع ببنات طبعا فما زملاء الحقيقه زاد من رايهم كونه ما يلزمش تصير هالتحدي هذا الكل ما عليناش المهم ما هبطناش عدد كبير ما هبطنا 10 من الناس ودو موقفنا قدام التمثال ابن خلدون خلتو نجم نتذكر اغلبيتهم فما بون نتذكر تقريبا انا ساميه نجات العبيدي ماهر قصوري موجوده هي وسي عبد العزيز لازل العكرمي كان موجود كثير بوعليك حبش نسمي خاطر سرت ما باش نقول باش ننسى بعض الاسامي هذوما اللي سميتهم لك هذوما اكيد كانوا موجودين معنا فما اخرين زاد اكيد مره كنا نذكر قبل الفتره هذيك وقت بالضبط كنا 10 من الناس الحقيقه اكيد راني نسيت البعض منهم مع الوقت. نهار 14 المحامين نعتقد كنت من الاولانيين فيهم ما تدخلش في كونفرونتاسيون ديريكت مع البوليسيه ما تنجمش لو كان تحب النظام يولي معاه الامن ومعاه الجيش ما تنجمش تحاربه نجم غدوه معنا تحاربه بعد سنوات ربما ويموتوا الاف فما كان تحكي على امكانيه حق نتيجه حاول ما تبلغش رسائل نتاع معاداة حتى نهار 28 كان شفت رساله تقول فيها البوليسيه راهو نحن اخوه لكم وما ترتكبوا الجرائم وهذا يسرق فيكم بالعلي حاجات من هذا القبيل حتى نهار 14 كانت هذه الفلسفه اللي ما يعرفوش الناس كون وقتها شدينا الصف المحامين ما بين المتظاهرين اللي بدا يكثر عددهم معناها قلت لك تدريجيا وما بين البوليسيه كنا نقولوا لهم ما تضربهمش ما عندكش علاش باش تستفزهم هم ولاد شعب حاول تجيبهم معاك بالكش يرفضوا تطبيق التعليمات من بعد اللي سمعناه من بعد يقول لي جزء منهم تمرد على بن علي راهم مش اللي موجودين بالضروره بحث الوزاره غيرهم تذكر اش قال ترهوني من بعد قرروا قالوا لنا بالو كانوا كانوا باش يطلقوا النار نحن منعنا الاولاد كانوا يكسروا باب الحديد بتاع الوزاره باش يبدا في بالك للتاريخ نهار 14 الصباح شباب ماهمش محامين يحبوا يكسروا الباب بتاع الوزاره نحن ما نعرفوش فما في الوزاره اما من بعد كي طاح نظام بن علي ونسمع في الترهوني هذاك اش قلنا لهم تطلع البيرو الوزير الفوق بتبيع باش يطلقوا عليك النار وترى اطلقوا النار يهربوا الناس كلهم نحن حاجتنا مسيره مع الاجتماع يطول اكثر ما يمكن مع نص ساعه فما كيلكو سونتين قعدوا نحن قعدنا من كيلكو سونتين اللي موجودين ما بين شارع باريس وجون جوريس شارع باريس وجون جوريس ومناورات وفما حد في فوق النزل الهناء يوجه السلاح نتاعو نستحكي على قناص وهو الحقيقه ما ظهرش يحب يقرص لكن يغزر بالجيب المنظار نتاعو معناها لكن احنا كل ما يوري هو يوري السلاح نتاعو تجاهنا اللي يتخبى وراء الشجره اللي يتخبى وراء حيط هكاك قعدت حتى الاربع ونص الخمسه غير ربع الاربع ونص الخمسه غير ربع الحقيقه تحولت الامور اخرى امور اخرى ولات فما ناس تكسر في لي ماغازان ويسرقوا هذول ما عادش نجم نواصلوا وما بقينا حتى تقريبا نقول الخمسه غير ربع ولا اربع ونص الحقيقه تقريبا هذاك هو الوقت اللي تفضينا فيه ونتقابلوا مع ناس ما نعرفوهمش فاهم شكون يعرفني مش الناس كنت تعرفني في الوقت هذاك لكن فاهم شكون يعرفني شنو نعملوا غدا موعدنا العشره معناها تصورين لو كان غدا موعدنا العشره هذا هو النقاش اللي صار وكل